بسم الله الرحمن الرحيم. معانا شنطة تبروير سليك الباج، الشنطة العازلة الحرارة، حجم الشنطة دي 16 لتر. زي ما انتم شايفين في جيب اهو، ياخد اتنين ازازتين جنب بعض، جيب في كل جنب. هنا دي 500، ممكن تاخد كمان واحدة 500 معاها، ودي 750، ممكن تاخد واحدة 500 معاها، او تاخد 2 لتر و2 لتر. فيها من بره هنا جيب، لو انت مسافرة هتحطي باسبور، هتحطي ورقة المهم، بطايق، الحاجة القريبة من اللي هتحطيها بره. هنفتح الشنطة، هي صورتين. الشنطة من جوه ماتيريال عازل الحرارة، تابر وير طبعا، أقوى شيء وأقوى شيء. عميقة من جوه، هي عبارة عن 16 لتر. بتحطي حاجتك، تحفظ حرارة مدة طويلة، مدة السفرية اللي هتسافريها. لو رايحه النادي هتحافظ على الاكل بتاعك طول النهار، هتاخد كميه كبيره هتكفيك السفر بعيد جدا او قاعده في النادي طول النهار وزياده. هترصي علب تابر وير طبعا، حافظه برضو العلب من المحتوى اللي فيها. والشنطه الصوصه بتاعتها زي ما انتم شايفينها كده، شايفين ارتفاع الشنطه قد ايه، وليها ايد تكبريها وتوسعيها زي ما انت عايزه. من هنا زي ما انت شايفه كده، من هنا بتطوليها وتوسعيها معاكي. شنطة تابر وير عزل الحرارة، سهلة في الحمل، سهلة في الاستخدام. لون اسود قوي، بيستحمل كل حاجة. شنطة عملية للعمر الطويل. كل سنة وانتم طيبين. شنطة العيد والسفر في العيد. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وعيد سعيد عليكم. مع تحيات طبعا.